الو، الو، اتفضل. السلام عليكم وعليك السلام، اتفضل استاذ وليد. اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. سؤال عندي. اتفضل سؤال. اتفضل. جاء في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة الجزء الرابع رقم الصفحة 204 و205، رقم الرواية 3497، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن عوانة عن حسين عن عمر بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه، فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. هذا المصدر الأول. واحد المصدر واحد الثاني، كفاية مصدر خلاص، طالما في صحيح البخاري كفاية مصدر. نعم. أنت عايز توصل إيه من الرواية؟ بأن صحيح البخاري وبقية عندي تقريبا 10 مصادر بيقول بأن عمر بن الخطاب قبل موته كان يشرب النبيذ. هو النبيذ عندكم حرام؟ كتاب النبيذ كاسر. خطة في هو الرأس. شنو هو النبيذ بالنقطة؟ خطة هو في الرأس. هو النبيذ عندكم حرام؟ النبيذ هو الخمر باب العشرة. أنا سألتك سؤال واحد بس فقط، هل النبيذ عندك حرام؟ أها يقول شرب هل صاحبه عندكم فسكر النبيذ فجاء حرام؟ عمر سؤال فغلطه بسأله بالماء لك، جاوبني جواب، كاسر يعني هل النبيذ سكر. عندكم حرام؟ نعم النبيذ حرام. خلاص اقفل بقى كده، صوتك قفلته، انت بتقول لي النبيذ حرام صح؟ طيب تعالوا نروح نشوف المعصوم هل فعلا النبيذ عنده حرام ولا لا. تعال كده يا حبيبي، معلش لو سمحت، يعني معايا ولا مش معايا؟ معاك معايا. طيب روحي كده للكافي الشيخ الكولاني جزء 6 صفحة 415، ماشي، باب النبيذ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن صديق قال سمعت رجل وهو يقول لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشرب ويزعم أنك أمرته بشرب، فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال. فأخبرته إيه؟ بس هنا مصنف ابن أبي شيبة بأن صاحب عمر اسمع سكر بس اسمع 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 ما تهربش ما تهربش ما تهربش. سألتك سؤال وقلت لك هل النبيذ عندكم حرام؟ قلت لي نعم حرام. رحنا للمعصوم نسأله هل عندكم النبيذ حرام ولا مش حرام؟ يبقى اسمع معصومك. نروح للرواية الثانية، عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر وأبو العباس الكوفي عن محمد بن خالد جميع عن سيف بن عمي عن منصور قال حدثنا أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال لا بأس به، فقال لا بأس به. طيب نروح للي بعدها يمكن نلاقي حاجة حرام ولا حاجة. عن الحسين بن محمد بن معلى عن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي بن همداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماع بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال. عن النبيذ فقال إيه؟ نعم فقال إيه؟ حلال. حلال نعم. ولماذا اسمع بس اسمع، احنا لسه فيها. اسمع لما هو حلال جاي حضرتك تتكلم؟ روح يا باشا، روح يا باشا لمعمميك اسألهم عن النبيذ. لما يقول لك حلال تيجي تتأسف لنا ان عمر بن الخطاب شرب النبيذ. عارف يعني ايه شرب النبيذ؟ النبيذ ده عامل زي الكلوكوزيا. عارف يعني ايه كلوكوزيا؟ يعني بيدوله شيء لو مسكر مش مسكر، مسكر مش مسكر، عشان الجروح اللي كانت فيه. يلا يلا شيء معايا ولا مشيت؟ الله المستعان. تعال بغيرها، تعال بغيرها يا ابني، تعال بغيرها، تعال بغيرها.